كلب ببلاش يا جماعة، ومعاه كلب تاني هدية. تعالى كده نشوف الكلام مع بعض يا جماعة. كلب هو يا جماعة، الكلب ده من السعر عامل 4000 جنيه، ومعاه كلب كمان هدية. تعالى اترق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، وصلوا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، واهلا مسا عليكم. يا رب يا حلقتنا تعجبكم النهارده. دي يا جماعة دفعة كلاب للوم السحمية فوق اهي. انا بقى يا جماعة عرفت النهارده نظامنا ايه هنا في العنبر، ونظام الحمام بتاع الكلاب ايه. بص يا جماعة، احنا مثلا عندنا مثلا اول بوكسر في العنبر بس ايه، وبعدين مثلا يا جماعة أول بوكس في العنبر أهي، بناخده مثلا البوكس ده يا جماعة، تيجي الكلاب ده يا جماعة طالعة مستحمية ومتروق عليها، وبتيجي عمالة ديناصور، وبتيجي واخدة كل العلاجات لو في حاجة تعبانة، حاجة عينها مغمصة، كل ده يا جماعة الكلاب واخدة كل العلاجات دي. وبعد كده هما بنيجي واخدينهم مطلعينهم فوق، والكلاب دي بتستحمى وبتروق عليهم، وعينهم بتتعمل لو في عمص، وطبعا كده بتطلع فوق يا جماعه تتنشر فوق زي الكلاب اللي له كده ما بتنشر فوق اهي. ان شافهم ويتروق عليهم يا جماعه بقى يطلعوا يتسرحهم وياكلوا فوق. كل ده بتحصل في بيتهم فوق، حاجه مثلا تعبانه، حاجه على وجع، حاجه على تتجوز، حاجة مثلا تعبانة كده، فاهميني؟ كل ده يا جماعة الكلاب اللي فوق دي كلها نظام كده. بعد كده البوكس اللي تخلص بعد كده نعلم بقى على البوكس اللي بعدها. بعدين يا جماعة بنعلم بقى على الجماعة اللي بعدها اللي بعدها لحد يا جماعة العنبر ما بيخلص. بعد كده بنعلم بقى الكلاب اللي هي بره، اللي هي مثلا يا جماعة الكلاب اللي هي في المواسير ديت، تمام؟ تمام. مرحبا يا جماعه، بنبداوا من الاول. يعني النهارده اخر دفعه فوق اللي له اخر بوكس اهي. فبكره باذن الله يعني يعملوا الكلاب اللي بره. بكره باذن الله يا جماعه الكلاب اللي بره هيقعد يستحمى. يعني كده يا جماعه البوكس بتاعتهم فاضيه، وكمان كمان البوكس يا جماعه بتتنفخ، البوكس يا جماعه بيتروق عليها خالص اهي، وبتنشف وبتروق عليها لحد الكلام ما بتنزل من فوق. الكلام بتنزل نظيفه، ما فيهاش حشرات، ما فيهاش اي حاجه. بياكلوا فوق يا جماعه، وكل ده بيتظبط عليهم على دي دفعه اكل يا جماعه اهي. ده اكل مسلوق على فكره يا جماعه اهو. دي بطاطس على كوسه على الخط على الفنجان على الخط اللي احنا بنعمله للكلاب اهي. بنملى يا جماعه البراويطه والتشتو والمكرونه. معانا عيش اهو يا جماعه، معانا عيش، ومعانا دي هدوء خضار برضك احنا بنجيبه بالشكايق. بعد كده يا جماعه بيجوا حاطين عيش عليهم والعيش بايش. وبعد كده بيجوا حاطين بقى ميه وميه على العيش والعيش بوش، تمام. وبعد كده بقى بيجوا مقلبين كله على بعضه، ويا جماعه بنحط عليهم كارته. الكارته بتبقى غازه برضك للكلاب بنحط. وبعد الكارتة بنقلبين بقى كله على بعض، وموزعين بقى اطباق الكلاب اللي بره. الكلاب اللي في الحمام دي بتاكل كل كلب ويخش له تشت، يعني مثلا كل بوكس بيخش لها تشت اكل، فاهمين؟ كل بوكس بيخش لها تشت اكل. اهو
طبعا كده يا جماعه لو مش هروح عشان الكارت تنزل عشان تاكل حمام فوق كمان. وتعال يا حديد على حديد تعال. طبعا يا جماعه البك احنا داخلين على حر والسيف والحشرات بتبقى ماليه الكلاب. في حاجات الكلاب دي بيزدادوا الكوماكس كلها ما عدا الحوامل، يعني الكلاب الحوامل يا جماعه ما ينفعش انها تاخد الكوماكس خالص. يا حبيبي اقعد بس ارفع وشك لفوق. انزلي تحت المشمش، انزلي تحت ساعات توقف توقف في الجنينة. روح بس يا حبيبي تعالى. روح تعالى مش ماشي. بوتشي بص بوتشي بوتشي عايز بوتشي عايز اخش الاوضه عشان ابنه. دوتش ممكن تعدي لو شاف حد بياخد ابني. لازم يا جماعة أتابع مع الكلاب ديت لأن احنا في يومين حشرات. احنا مثلا يا جماعة في الصيف مثلا الكلاب مثلا يا جماعة تستحمى مثلا في لو في الصيف مثلا مرة في الأسبوع، لو في الشتاء مرتين في الأسبوع، لو في الصيف مرة في الأسبوع، لو في الشتاء مرتين في الشهر ولا حاجة. تمام. واحنا مسا عليكم يا جماعة وتوصل الاشتراك ولو تفعيل الجرس. احنا مسا عليكم. وكمان يا جماعة عاوزين نوريكم حاجة كمان. الأوضة عندنا دي أوضة الخلفة يا جماعة. دي كلبة يا جماعة حامل دي هتولد اهي. جو 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 اهي جو. يلا جو 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 جو. عايز تطلع تجري كمل برضو يا جماعة. عيالها برضو هيكبروا برضو ويتضاوا برضو كبعلوك نورود برضو.